اهلا، لحظة قبل ما تطلع، يا ريت اي شخص شاهد المقطع يا ريت يكمل للنهاية، لان هذا المقطع اخذ مني وقت كثير في التصوير والمونتاج، فاتمنى انك تكمله للنهاية وتنشره لاي اشخاص يحبون راست او مهتمين بلعبة راست. وبدايتنا مثل كل بداية في لعبة راست اللي هي تكون نيكد وعلى الشاطئ. السلام عليكم. طبعا في هذا المقطع يا شباب ادري صوتي متغير، قاعد مريض. بهذا المقطع راح نلعب في سيرفر اوفيشل سولو كالعادة. ايس بيك، هذه البداية اسطورية. كما قلت لكم اليوم راح نلعب سولو في سيرفر اوفيشل ونشوفوا ايش يصير. اوه شيت، هذا البيس متريت. اتوقع ما في تي سي لان اقدر اسوي اوث للتورت، فان شاء الله اقدر اشيل البطارية وكل شيء. يب، مثل ما تشوفوا تقدر تسوي اوث للتورت، انا انك تقدر تشيل وما في تي سي. يب. لازم نجمع حجر حتى نقابله بالخشب في الاوت بوست حتى نبني بيس. نصيحة للي ما يعرف انك تقدر فرم الاويل بارلز، هذه البراميل الحمراء، تحصل كرود اويل. في بعض الكلانات او الجروبات يبيعوا اسلحة مقابل كرود اويل لانهم يحتاجوا لو جرانت. نسوي ريساكل لبعض الاغراض ويمكن نشتري تومبسون او اي سلاح باستخدام الدرونز. اوه شيت، هذا حصان. اوه ماي، للي ما يدري هذا اسرع حصان في لعبة راست. الحصان الابيض والاسود هم اسرع الاحصنة في لعبة راست. المنطقة هذه مرة حلوة، عندي لونش سايت ساتلايت ديش وسوبر ماركت، بس هذا البيس راح يكون مشكلة. اكتف. يب. او ماي جاد، في شخص داخل البيت، ان شاء الله ما يطلع روف كامبرز. عندهم اي كي. اوه ماي، روف كامبرز واكثر من شخص، مشكلة مو سولو. عندهم اي كي. واو نايس، اي كي و L9 اكيد روف كامبرز. في شخص مدرع تشوفوه، هاز ما تتوقع. يب. اوه فول كيت، بيسهم صغير لكن. يمكن اقدر ابني للسطح. اوه شيت، هيطلع لي ديت. اه ام بي 5 نايس. انشار، لازم اهرب لازم اهرب، اكثر من شخص هم. سمعتوا التفجير؟ هذا يمكن بيسي لان انا بعيد عن البيس، او يمكن الدبابة في لانش. طف جيم بيس، 200 سكراب، اشياء حلوة. يوب اكيد برادلي، راح
حروح بدي بي لنا يمكن يكون 5 أشخاص 100 شخص ما أدري. لو كان شخص واحد راح أرجع بسلاح، لما بدي بي ما راح أتوقع أسوي أي شيء الصراحة. برضو ما أعرف ليش الشخصية دي قاعدة متوحجة اليوم كامل وهي بيضة كاملة. قلتش غريب، لحد الآن ما سمعت ولا طلقة ولا شيء ولا شخص يتحرك، صراحة شيء غريب. يمكن في شخص يكون مختبي هنا. فاضية، راح ألبد هنا ولما يجي يلوت صناديق راح أذبحه. أوه ماي جاد، هذا هو عنده بوتس لا ينقز لي بس. أوه شيت، ديد لا الناين. أوه ماي جاد، أوه ماي، بعد هذه اللقطة سموني ملك الدي بي. أوه ماي جاد، إن شاء الله يكون هذا هو بس عنده روك دانشر، ما يكون عنده أصحاب. لوز الدبابة شوية خايس. يب صواريخ، بس صواريخ ال إتش في والإنسيد. أوه ماي، لازم أهرب لازم أهرب لازم أهرب بسرعة 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 بسرعة. يكون شخص مكمر بس. ليتس جو، وي ميد إت. دي بي بس، أوه ماي جاد، دي بي بس. بما اني حصلت صواريخ انسن كثير، لما يدر الانسن ما لهم فايدة كثير الصراحة، لذلك راح اسوي لهم ريسايكل في باندت، وراح اسوي ريسايكل لاشياء كثيرة. برو تيب، لو ما كان عندك منشار نصيحة انك تشتري خشب من الاوت بوست، لان راح يكون عليك سهل. بس يعني تخيلوا هذا كله كان 2 نودز، يعني 2 كيستون، 2000 حجر بس، هذا كله كان خشب. فلو تسكن بجنب اوت بوست او باندت كامب يكون افضل لك انك تشتري الخشب من الاوت بوست واسرع. بيرفكتو، في برضو صندوق موجود في الترين يارد، اللوكت كريت، شلوك كريت، راح نروح نحاول نكونترها. شخص عنده صار، اتوقع الشيء الثاني اللي كان يضرب هو ساينتست او البوت. الغريب انه بعد ما قتل البوتات في داخل الميدل يعني اختفى، تخيلوا انه مات. ما ادري بس اختفى، يمكن سوى البازل وراح اخذ البطاقة الحمراء وراح، ما ادري. حتى الشنوكريت ما بديها. يب قتل كل البوتات وهرب. او ماي جاد، هاكر. اوكي راح ازبن في الداخل، ممكن يرجع ويحاول يكاونتر هذا الكريت. فتح الصندوق، او ماي جاد لاج. او شيت، غصبا ما راح اقتله. بسم الله، اي كيس، او ماي، 2 اي كيات، نايس. هذاك النوب ما رجع. عندي خطة ان بما ان عندي ايكيات وعندي صواريخ اتش فيات، راح احاول ادمر الدبابة واخذ كل لوتها. بس المشكلة اني سولو وعندي بس 7 صواريخ، بس لو سويت مس او ضيعت صاروخ واحد لازم ارجع واسوي صاروخ تانية واسوي قنابل.
اضطريت استخدم القنابل، ان شاء الله ما في احد مكمبر لي، بس ليل ما اقدر اشوف اي شيء. اوكي بسم الله. 13 اكسبلوسيف بليز، مو بام 2 بس ولتقت. اوكي انفتحوا. سو باد. كويس ان ما حد كاونترني لاني سولو، بس الصناديق كانت مرة سيئة. برضو معلومة مفيدة للي ما يعرف لعبة رس. انا اعطيكم كل شوية معلومة. لو عندك جاك هامر او اي شيء تقدر تفرم بيه، بيكاكس جاك هامر اي شيء، تقدر تفرم الدبابة، راح تعطيك هاي كول مرة كثير. بس انصحك لو ما عندك الجاك هامر ما تفرمها ابدا، لان تفريمها راح ياخذ وقت كثير. شفتوا 70 هاي كول و1000 حديد مصهور، مرة كويس. بما انه موجود الكارغو وانا عندي سكراب مرة كتير، ف احاول اكونتر الكارغو لو فيها شخص، او لو ما فيها شخص راح اخذها لي انا. اوكي ما قاعد اشوف بوتات، اتوقع في شخص، احاول اهبط في السقف ان شاء الله بس لا يكون مكمبر. اوبس نيفر مايند، وي جو اويل. نو كارغو وي جو اويل. او شيت، هذا ثاني مكونتر يضرب فيه انا. يلا يلا نروح اويلك. ما عندي بطاقات، لازم ارجع البيت. ممكن اسوي لي كم ريد، يعني بما ان عندي تير 2 اكسبلوسيفز اتعلمها. اقدر اسوي لي كم ريد. هذا بس روف كامبرز، شوفوا كيف كبره، كله حديد. ابكيب موجود في هذا البيس اكيد مجنون. يا ريت اقدر اريد هذا البيس، يعني حتى اسوي لي خدش، يعني ادمر الكامباوند، شيء يزعلهم يعني. او شيت. ما صار شيء، مجرد يوم عادي في رست. البيت ها البيت هذا حاط عليه عيني من بداية الوايب. موجود فيه صناديق مرة كثير وباب واحد، الباب تقدر تشوف فيه من الداخل، يعني تقدر تشوف انه هو باب واحد. يلا ان شاء الله يكون فيه لوت كويس. اوكي نايس، ما في دبل دور. اوه اصنع لي باب. اوكي نوت باد. لوت مشي حالك. اوه روكيت نايس، بطاقة حمراء، روكيت نوت ذات باد. اوكي راح انقل افضل اللوت، او اللوت برضو اللي يحتاجه في بيس المين، لان بيس المين 2x1. يا وبرد بيسي برضو بعيد، فلذلك هذا كل اللي احتاجه.
صباح الخير، بما ان هذا اليوم الثاني وشوف اللوت. راح احاول اريد جيراني اللي شفتهم اونلاين قبل ما ابدا التصوير، شفتهم اونلاين. احاول اريد الكامباوند واستفزهم حتى يطلعوا برا البيز، لانهم ما طلعوا ابدا. تخيل اليوم كامل ما طلعوا ابدا. احاول استخدم الاميلاري، نايس. احاول استخدم الاميلاري الصواريخ دمر الكامباوند واحاول اقتله. ما تدمر شيء. الكامباوند نصفه تدمر، نايس. 6 ملاريس مو كثير، هذا الشيء هذا مشكلة. بس ما اشوف احد. هو بس سولو حاليا، حاليا بس سولو. راح اطلع للسقف، يمكن استفزه. نايس. لي حاليا 10 دقايق. بس اللي سواه انه هو قفل الكراجات، دورات دخل وقفل الكراجات، وممكن هو ينتظرني في الداخل يحسب ان عندي صواريخ. ما يدري هذا كان كل اللي عندي. للأسف زي ما شفتوا هم روف كامبرز لما يكونوا 3 اشخاص، بس لما يكون شخص واحد وانا ضده ما راح يطلع، هي راح يزبن داخل البيس لنهاية الريد. السلام عليكم، معكم اي دي اكس المنتج. يب، صوتي قاعد مريض. عذرا. للاسف زي ما شفتوا ما طلع لي صاحب البيس، يعني ضليت حتى تقريبا ربع ساعة وما طلع لي، فاضطريت اني اذهب، يعني اخذ سيارتي اللي شفتوها في بداية الريد، اخذ سيارتي واسوي جولة نهائية، وبرضو راح ارسبن اللوت. للي ما يدري اني رسبنت اللوت واخذت سيارتي في جولة نهائية. طبعا ادري هذا المقطع تسليك شوي، بس للاسف اغلب السيرفرات راح تويب الاسبوع القادم، والسيرفرات الاوفيشال الون اكس اغلبها ميتة وما فيها لاعبين مرة كثير. ادري صح المقطع كان قصير وتسليك بشوي، بس مشوهالي يعني. ان شاء الله في المقاطع القادمة لما يطلع الوايب نزلكم مقاطع بقصة افضل وبي في بي افضل. شكرا على الدعم وشكرا على المشاهدة. خليكم مع لقطة سينمائية نهائية. كان معكم اي دي اكس، اشوفكم في المقاطع القادمة. السلام عليكم.